الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلائق وكتب عليها الفناء وتفرد وحده سبحانه وتعالى بالبقاء، فقال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تشاء الأقدار وتفقد الجزائر من حين لآخر رجال صادقين وطنيين ومجاهدين وعاملين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وما عبد المالك بن حبيلس وصلوانجي وغيرهم عنا ببعيد، هؤلاء الأبطال الذين نشأوا على النضال وتشبعوا بالحركة الوطنية وبالقيم وبالمبادئ وحب الوطن، ستبقى تضحياتهم خالدة. وها هي الجزائر اليوم تفقد أيضا فلذ من فلذات أكبادها، وابن بار من أبنائها البررة، ورجل من رجالاتها الكبار. وهذه سنة الله في خلقه، لكل أجل كتاب، وكل نفس ذائقة الموت، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا راد لقضاء الله وقدره، ولا اعتراض على حكمه وأمره، إليه يرجع الأمر كله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الرجل الراحل مراد مدلسي رحمة الله عليه رجل متواضع ومحب لكل الناس ومحبوب من طرف الجميع، خدم وطنه بكل تفان وصدق وإخلاص، وساهم في بناء الجزائر من خلال تقلده لعدة مناصب سامية وحقائب وزارية. وكان رجل دولة أفنى عمره في خدمة بلده إلى آخر رمق من حياته، وساهم أيضا في بناء الجزائر والوصول بها إلى بر الأمان والأمن والاستقرار مع أخيه المناضل المجاهد العزيز عبد العزيز بوتفليقة، أمد الله في عمره ورزقه دوام الصحة والعافية. وأنا على يقين بأن أصدقاءه وأحباءه الذين فقدوه يبكونه ومتأثرون لفراقه إلى جانب أهله وأقاربه وعائلته وذويه. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن يقول لأصحابه: اسألوا الثبات لأخيكم فإنه الآن يسأل. ونحن بعد أن نخرج من هذه المقبرة سيأتيه الملكان ويسألانه، وما علينا نحن إلا أن ندعو الله له عز وجل بالثبات، ونقول: اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم ثبته بلا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزل، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم طهره من الخطايا والذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره هذا روضة من رياض الجنة، اللهم وسع له في قبره مد البصر وأره مقعده عند مليك مقتدر، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اجعل القرآن العظيم له في قبره مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا يا رب العالمين. اللهم اجعله يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم ثقل ميزانه بالحسنات واحشره في زمرة خير الأنام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يا رب العالمين. اللهم ألهم أهله وأبناءه وذويه وكل من فقده وأحبابه وجيرانه وكل الجزائريين، اللهم ألهمهم جميعا جميل الصبر والسلوان، واجعلهم من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم،
اللهم أحسن خلاصهم، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعلنا في بلدنا آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا رخاء سخاء يا رب العالمين، يأتيه رزقه من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم احفظ ولاة أمورنا إلى ما فيه خير صلاح البلاد والعباد، واجعلهم من الراشدين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واحفظ رئيسنا وأمد له في صحته يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعظم الله أجركم جميعا، وبارك الله فيكم.